الجزء الأول صفحة 94 و400 عن عبيد الله قال: كان عبد الله، عبد الله بن مسعود، إذا هدأت العيون، يعني صارت الدنيا ليل والناس نامت، في ناس يتلذذ بالنوم. يا جماعة النوم لو كان فيه لذة لنام أهل الجنة. النوم قضاء حاجة، قضاء حاجة، يعني بحاجة للنوم نام، مش بحاجة لا تنام، قوم اغتنم وقتك. أهل الجنة لا ينامون، طب يأكلون، يشربون، يجامعون، هذا كله تلذذ. بينما النوم ما هو حال العابدين، لأنه موت أصلا، النوم موت. الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإذا النوم موت موت موت، فكيف تقبل على نفسك الموت من غير حاجة؟ فقط النوم. نعم كلنا ينام، طبعا كلنا ينام لا شك، لكن هذا النوم للحاجة. فتنبهوا إلى هذا الشيء. قال: إذا هدأت العيون قام. هم ظلوا نايمين، هو قام. بدكم تناموا؟ طيب وأنا بدي أنام، يلا نام. لكن أنتوا ظلكم نايمين، أنا ما بقدر أستمر في النوم. قام فسمعت له دويا كدوي النحل. قام مع القرآن، إما في الصلاة أو في القراءة من غير صلاة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فإذا سمعنا له إيش؟ أو سمعت له دويا كدوي النحل، نحل الزن هاي بتاعت النحل، فهو يقرأ القرآن، وهذه القرآن فيها حزن وبصوت منخفض لكنها مسموعة. وطبعا سمعنا البيوت طبعا في ذاك الزمان صغيرة ومتقاربة، والناس بجانب بعض، فالإنسان يحاول أن يخفي ما استطاع لكنه سيكشف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.